وانا مش كنايبة اما كمواطنة نحب نشعر بالعواطف، انه ما بين الجمل نحب نحس الثورة، نحب نحس شعارات الثورة. منهم هما الكلمة ديجاج، برشا ناس كتبوا عليه وعلاش احنا استعملنا كلمة بفرنسية. كلمة ديجاج هي كان صوت الثورة التونسية في العالم، اما الناس ما فهموهاش علاش، خاطر هامية الكلمة ديجاج هي في نسقها مش في اللغة. معناتها بالفرنسية راهو بالفرنسية تنصوا على دي دي جاج دي جاج، معناتها بالفرنسية تقولوا دي جاج، واحنا قلنا لها بالعكس بطريقة أخرى، التوانسة قلنا هكا دي جاج دي جاج دي جاج، بابام بابام بابام، يعني صوت دقاق القلب. وباباب باباب هذه اسمها تسجيل، معناتها الدستور. يعني ما يلزمش دستور مخطط، يلزم دستور موسيقي ودستور مسجل في الكاسات. شباب كرز يحب يشق الحدود، مادام حكم البلاد قومي كاتبي شوفر هود.